ذهبت لمسجد في أول ليلة من رمضان ولم يصلوا التراويح، ثم صليت شفع الوتر، ثم ذهبت للمسجد الآخر سمعته يصلي التراويح، صليت معهم وأوترت معهم مرة أخرى. أعرف أنه لا يجوز أن أوتر مرتين، لكني لا أعرف ماذا أفعل بهذه الحالة وما كان يجب علي أن أفعل. كان عليك أنه لما أوتر الإمام اللي صليت معه التراويح أن لا تسلم، تأتي بركعة حتى تشفع الوتر الذي معه، بس تأتي بركعة لأنك صليت الوتر خلاص، فتأتي بركعة تشفع لك ذلك.